بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. الأخوة والأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء الحي الرابع نخصصه للفصل الثالث. الفصل الثالث سوف يكون يعني قسم اللقاء الحي الرابع واللقاء الحي الصادق. فالمخصص للمتوسطات هذا مقاييس النزعة المركزية. في هذا الجزء الأول سوف نخصصه كيفية إعداد الوسط الحسابي والوسط. في البداية سنبدأ بحال تمرين اللقاء الحي الثالث الذي هو موجود في الشريعة رقم 19 للقاء الحي الثالث. ثم مقدمة شروط المقياس الجيد، لأن هنا مقاييس. ثم كيفية حساب الوسط الحسابي و تقييمات الوسط. تمرين الشريعة 19 في اللقاء الحي الثالث والتالي. الجدول التالي يوضح توزيع عينة من 100 موظف حسب فئات الزيادة في الراتب بالريال. عندنا فئات الزيادة وعندنا عدد الموظفين. نبدأ عندنا جدول الصفوف، يعني الصف الأول فئات الزيادة، الصف الثاني عدد الموظفين. أو يمكن يكون بالأعمدة نفس الشيء، يعني سنشتغل يعني هنا سواء كان صفوف أو على الأعمدة ستكون نفس الطريقة. المطلوب هنا ترسم المنحنى المتجمع الناتج أو الهابط ومنه أوجد ما يلي: عدد الموظفين الذين تصل الزيادة في وجودهم إلى 45 فأكثر، والحد الأدنى للزيادة الذي بلغه 40 عدد. الحد الأدنى الذي بلغه 40 عدد. هناك نلاحظ في هذا الجدول تبدأ الفئة الأولى 30 إلى أقل من 40، لأنه هنا عندي بعد الفئة الثانية 40، إذا عندي 34، 40 إلى أقل من 50، 50 إلى أقل من 60، 20، من 60 إلى أقل من 70، 36، من 70 إلى أقل من 80، 17، من 80 إلى أقل من 90، 8، ومن 90 إلى 100 أرقام. هذا يلاحظ طلب منا في البداية رسم المنحنى المتجمع الناتج، ومن هذا المنحنى سوف نقوم بإيجاد عدد الموظفين الذين تصل الزيادة في وجودهم إلى 45 فأكثر، والحد الأدنى للزيادة الذي بلغه 40 عدد. هنا نلاحظ القيمة 45 ما هي موجودة في فئة الزيادة، هي ما بين ال 40 وال 50، وبالتالي هذا الذي سوف نستخدم المنحنى تجمع اللازم حتى نبحث عن عدد الموظفين الذين تصل الزياده في جزء من 45 فاكثر، وايضا الحد الادنى للزياده الذي بلغه 40 عام. اذا ابدا في حساب كيف سنقوم في رسم المرحلات. اول شيء علينا ايجاد جدول التوزيع التكراري اللازم. اذا كيف ذلك؟ هل في فئه زياده؟ هون نستغني عن اعمده، يعني نفس الشيء نشتغل على الصفوف يعني بنفس الطريقة. فلدينا 30 أقل 40، 30 فأقل من 40، من 40 إلى أقل من 50، إلى 90 إلى 100، هذه عدد الموظفين يعني مجموعة 100. إذا أنا استخدمناها في الحد الأدنى للفئة أكثر، لا عكس المنحنى بالتكرار المتجمع الصعب. بدأنا بأقل منه، لا الحد الأدنى للفئة فأكثر، يعني نبدأ من أقل فئة عندي هنا تبدأ من 30، أقل قيمة عندي هي 30، تبدأ هنا من 30 فأكثر، كذلك 30 فأكثر، بناخذ جميع الموظفين، كل الموظفين عندنا زيادة الوجود من 30 فأكثر، ثم الثانية عندي 40، إذا من 40 فأكثر، 40 من الأكثر، 40 آخر واحدة، ثم 50 فأكثر، 60 فأكثر، 70 فأكثر، أكثر و 90 فأكثر. بالنسبة لل 30 فأكثر، إذا عندنا المجموع كامل. عدد الموظفين كلهم. ثم 40 فأكثر، من هذه 100 نطرح العمال الذين هنا من 40 فأكثر، نبدأ من 40 إلى 100 عندنا. يعني من هذه 100 كاملة التي تمثل الموظفين، سوف نطرح فئة الموظفين ما بين 30 و 40 إلى 4، إذا 100 ناقص 4 تعطينا 96 في هذه القيمة، هذه الفئة الثانية في التكرار المتجمع الجاد. كيف حصلنا على هذه 96؟ عدد العمال كاملا 100 الموجود في الصف الاول العام الرابع للتكرار المتجمع اللازم،
أو البيئة نرجع منه عدد الموظفين للفئة الأولى 30 إلى 40 30 سنة 4 إذا 100 ناقص 4 تعطينا 96 ثم اللي بعدها إذا للفئة 50 سنة متقسمين إلى 60 التكرار المتجمع النازل إلى 85 كيف؟ في هذه 96 مطرح ما يوافقها في عدد الموظفين 11 96 ناقص 11 يعني من قبلها 85 تعطينا هاي كلام تجمعنا للفئة الثالثة الفئة الرابعة نحصل على 65 في العدد الأخير هذا في العدد الرابع التكرار المتجمع النازل كيف 65 القيمة التي قبل 65 مباشرة 85 نطرح منها عدد الموظفين المقابلين 85 الذي هو 20 85 20 65 ثم الفئة التي بعدها إذا 29 كما حصلنا عليها بطرح القيمة التي تأتي قبلها 65 نطرح منها عدد الموظفين المقابلين 65 36 65 من 36 تعطينا 29 ثم القيمة التي بعد في الجدول الرابع 29 عندي القيمة التي قبلها 29 ناقص 70 ناقص 17 عفوا 29 ناقص 17 تعطينا القيمة 12 ثم 12 ناقص 8 آخر فيها 4 تعطينا القيمة 4 وهكذا حصلنا على التكرار المتجمع النازل بعدها سنقوم بالرسم يعني هنا في الرسم سوف نبدا بالنقاط عندي هنا اذا اذا السلم اذا الحد الادنى فاكثر عندي القيمه الاولى ب 40 وأضبط عندي التكرار المتجمع النازل اذا هنا القيمه الاولى عندي عند ال 30 القيمه الاولى 30 اقصد هنا عند ال 30 لما الحد الادنى هنا بالنسبه لي تطلع بودي عندنا القيمة 30 توافقها 100 30 يعني توافقها 100 فراح ترسم النقطة 30 100 هاي على خط الإكس يبقى الحد الأدنى فأكثر هنا خط الإكس عندي 30 وهي يعني هنا زيادة زيادة ثم لو تجمعنا خط الوايات عندي 100 إذا النقطة التي هي 30 هي النقطة الأولى، ثم النقطة الثانية 40 توافقها 96، النقطة الثالثة 50 توافقها 85، ثم 60 توافقها القيمة 65، إلى آخر نقطة القيمة 90 توافقها 4. ونربط يعني هنا نرسم المنحنى بخط الأملس باليد، يعني نحصل على المنحنى الذي هو عندي هنا باللون الأزرق. هل الصوت واضح؟ والمثال واضح ام لا؟ اذا رسم المنحنى باللون الازرق هل المثال واضح ام لا؟ اذا رسم المنحنى وصلنا باللون الازرق نعيد المثال طيب نرجع من البداية عندنا الجدول التالي يوضح توزيع عينة من 100 موظف حسب بيئات الزيادة في الراتب بالريال هذه بيئة الزيادة الخط الأول والثاني عدد الموظفين هنا نشتغل في الصفر وفي الأعمدة نفس الشيء عندنا 30 ثالث إلى أقل من 40 يعني هذه الفئة الأولى من 30 إلى أقل من 40 عندنا 4 موظفين ثم من 40 إلى أقل من 50 11 إلى آخر شيء من 90 إلى 100 4 موظفين هذا المجموع 100 المطلوب أن نقوم برسم المنحنى المتجمع النازل ومنه سوف نقوم بإيجاد عدد الموظفين الذين تصل الزيادة في وجودهم إلى 45 ريال فأكثر والحد الأدنى للزيادة الذي بلغه 40 عام لا القيمة التي نبحث عنها عدد الموظفين الذين تصل الزيادة في وجودهم إلى 45 فأكثر ولعب لا هي موجودة في الجدول هي أين موجودة هذه القيمة؟ هي موجودة في الفئة الثانية 40 الثالث يعني من 40 إلى أقل من 50 القيمة 45 موجودة هنا
سوف نبحث عن عدد المطافين الذين تصل الزيادة في الجزء إلى 45 فأكثر، يعني 45 إلى 100. اللي تحت 45 ما نحسبه. هنا هذه الزيادة ما عندي كيف راح نجيبها في الرسم البيان. أي رسم بيان؟ الرسم البيان بأن هنا فأكثر، يعني يبقى الزيادة الثمانية 45 فأكثر، سوف نقوم برسم العلاء المتجمع النازل. إذا سنقوم أول شيء بالجدول التكراري بإيجاد التكرار المتجمع النازل. قلنا ها هو العمود الأول، هذه فئة الزيادة اللي عندنا قلناها كما هي، ثم عدد المطافين كما هي. واضح؟ المثال واضح لنا. ممتاز. إذا بعد ذلك سوف نقوم بإيجاد التكرار المتجمع النازل لكل فئة. سوف نبدأ هنا بالحد الأدنى للفئة فأكثر، يعني سنبدأ من أقل قيمة في الفئة التي عندي إلى أكثر قيمة، يعني هنا القيمة الأولى اللي عندي في الفئة الأولى 30. بالتالي سوف نبدأ من 30 فأكثر. ماذا يعني؟ سنقوم بحساب عدد الموظفين اللي عندهم 30 ريال فأكثر. هنا في المثال اللي عندي نبدأ من 30، وبالتالي كل العمال يعني ناس سوف يكون كل الموظفين في هذه الفئة. 30 فأكثر يعني كل العمال عندهم 30 ريال و32 و35 و60 ريال إلى آخر شيء 90 إلى 100 ريال، فهو عنده أكثر من 30 ريال. بالتالي الفئة الأولى 30 فأكثر في العمود الرابع 100. ماذا يعني 100؟ مجموع كامل للموظفين. 100 كاملة. كل العمال عندهم زيادة من 30 فأكثر، يعني أقل قيمة عندي هنا في الفئات هي 30. واضح؟ ممتاز. ننظر الآن إلى الثانية. ماذا سيكون هنا؟ عندي الفئة الثانية 40. فنرجع من 40 إلى أقل من 50، عندي 11 موظف. العدد لدينا ماذا سنأخذ؟ القيمة، أصغر قيمة هنا، أقل قيمة في الفئة، يعني هنا سوف نأخذ من 40 فأكثر. يعني سنحسب عدد الموظفين اللي عندهم زيادة في الراتب من 40 ريال فما فوق. يعني بالتالي هنا إيش سيكون؟ كل الموظفين إلا إيش؟ عداء الموظفين اللي عندهم ما بين 30 و 40 ريال اللي هم 4. هنا لو نضع القيمة هنا 100 ناقص 4 96. يعني هنا كيف سنحصل 96؟ القيمة التي فوقها تأتي قبلها 100، نطلع منها عدد الموظفين للفئة الأولى هي 30. 100 ناقص 4 96. واضح 96 كيف حصلت عليها؟ ممتاز. وهكذا بعدها الفئة التي بعدها 50 فأكثر. 35 كيف حصلنا عليها؟ القيمة التي قبلها 96. نطرح منها ما يقابلها من عدد الموظفين 96، 96 ناقص 11 الناقص 85. ثم القيمة التي بعدها 65 كيف وجدناها؟ هي 65 ناقص 20. 85 ناقص 20 تعطينا 65. التي بعدها 29 كيف حصلنا؟ 65 ناقص 36. ثم 12 29 ناقص 17. وآخر شيء 4 كيف حصلنا عليها؟ القيمة التي قبلها 12 ناقص 8 تساوي 4. واضح؟ إذا هكذا أطلع على التكرار المتجمع النازل. الآن سوف نقوم برسم المرحلة في المتجمع النازل. كيف ذلك؟ عبر النقاط في القيم الموجودة في العمود الأول والأخير. يعني القيمة الأولى وش حتكون عندي في هذا الرسم البياني؟ القيمة الأولى 30، يعني إذا خط الإكسات الحد الأدنى فأكثر سوف نبدأ بالأولى 30، ماذا يقابلها؟ 100. يعني هنا طب 30 على الاكسات 100 على الوايات. اذا من الاكسات اذا خط صاعد الى فوق ومن 100 على الوايات قد يكون موازي للاكسات، تحصل على النقطه الاولى 30 يقابلها 100. 30 100 النقطه الاولى. واضح الى النقطه الاولى ام لا؟ ممتاز. وبعدها النقطة الثانية راح تكون 40-96. إذا فعلنا خط الأكسات عندي 40، وحد التقريبية يعني ناخذ ما بين 90 و100 على خط الوايات، والنقطة التي تقابله إذا النقطة الثانية 40-96 إلى آخر نقطة الأربعة تقابلها، يعني عند 90 القيمة 90 على الأكس يقابلها 4، 90 يقابلها 4 يعني القيمة أقل من 10، هذه آخر نقطة. ثم نربط ما بين هذه النقاط بخط الأملس ونحصل على المرحلة المتجمع النازل باللون الأزرق. واضح أم لا؟ من هذا
المرحلة سوف نقوم بالإجابة على الأسئلة باستخدام الرسم البياني. إذن هنا ماذا نريد؟ عدد الموظفين الذين تصل الزيادة في أجورهم إلى 45 ريال فأكثر. فالـ 45 ريال أين موجودة؟ في خط الأكساس، لأن هنا هو الحد الأدنى فأكثر للزيادة في هذه الزيادة، فتكون الـ 45 ما بين الـ 40 والـ 50. وها هي الـ 45 رسمناها في الخط اللون، يعني هنا حددناها اللون البنفسجي. فهي 45 أقسم 45 ماذا سكر حتى نعرف عدد الموظفين الذين عندهم 45 ريال فأكثر بالزيادة. يعني مد هذا الخط 45 إلى أعلى إلى أن يقطع رسم المرحلة. قطع رسم المرحلة ثم مد على خط الوايات لتصور على عدد الموظفين، هي فوق 90 بقليل، تقريبا 91 عامل. إذا الإجابة 91 موظف أو عامل سوف تصل الزيادة في أجوره إلى 45 ريال فأكثر. واضح هنا أم لا الإجابة على السؤال الأول؟ حتى ما تسوي في الرياضيات الإجابة واضحة أم لا؟ ممتاز. ثم العكس ماذا نريد؟ الحد الأدنى للزيادة الذي بلغه 40 عام. يعني هنا عندي فئة الزيادة والعمال، إذا سنحدد ال 40 على خط الوايت من تجمع مثل المرحلة المتجمع الثلاثي الناهة والتكرار. إذا نحدد 40 على خط الوايات 40 ونمدها في خط الموازي للإكسات إلى أن يقطع مرحلة الثالثة، ثم نمد على الإكسات يعني هنا باللون البرتقالي مداعبين هنا. إذا على خط الإكسات هنا يقطع ما بين 60 و 70، إذا القيمة حسب التقريب 67. 67 ماذا؟ توصف أن هذه الإكسات الموظفية جهاز يعني هي عدد الموظفين. وبالتالي إذا 67 الريالات عفوا العمال الريالات الزيادة هنا عندي على الوايات الزيادة. إذا هنا عندي 40 عامل على الوايات، هذه 40 موجودة يعني هي 40. إذا هذا عندي هنا نبدأ ال 40 في خط الوايات على المنحنى تقطعها ثم ننزلها على خط الاكسات نجد 67. إذن الحد الأدنى الذي بلغه 40 عام هي 67 ريال. واضح الإجابة على هذا السؤال؟ الإجابة واضحة. ممتاز. هنا حتى نعرف يعني كيف نستخدم الرسوم البيانية يعني في الاختبارات ما نحتاجك بس الامتحان، بس حتى للمعرفة هذا حتى نعرف كيف. الآن سوف نمر إلى الفصل الثالث والمخصص للمقاييس الإحصائية الوسطية، وستبدأ بالمتوسطات والمخصص الآن لمقاييس النزعة المركزية. ما المقصود بالمقاييس النزعة المركزية؟ هي القيم التي تقترب منها أو تتركز حولها أو تتوسع في القرب منها بعض البيانات، يعني القيم التي تكون في حولها بجوارها أغلب البيانات. مقاييس النزعة المركزية نذكر منها أساسا الوسط الحسابي والوسيط والمنوال، وهذا ما سوف نتناولها يعني في هذا الفصل إضافة إلى فايل أخرى نحسبها بسرعة. سنركز على حساب الوسط الحسابي الوسيط والمنوال. في هذه المحاضرة سوف نخصصها لحساب الوسط الحسابي والوسيط. الوسط الحسابي ما هو المقصود بالوسط الحسابي؟ المتوسط. فالوسيط القيمة الوسطى. أول شيء شروط المقياس الجيد، يعني ما هو المقياس الجيد الذي سوف نعتمده؟ يجب أن يتم تحديد قيمته بالضبط ولا تترك للتقدير الشخصي. نعطي القيمة واضحة. يجب أن تدخل في حسابه جميع المشاهدات والبيانات، يعني نأخذ جميع المشاهدات. سهولة فهم هذا المقياس وحسابه. قابلته للتعامل الجبري. وعدم تأثيره بالقيم الشاذة. هذا المقياس الجيد. لا يتأثر بالقيم الشاذة يعني القيم البعيدة أو المقربة، هذا المقصود بالقيم الشاذة. إذا نبدأ الآن في الوسط الحسابي أو المتوسط. إذا الوسط الحسابي لمجموعة من البيانات هو حاصل جمع هذه البيانات مقسوما على عددها. فلو عندي عدة أرقام نريد المتوسط، نجمع الأرقام ونحصلها على عدد هذه الأرقام، نحصل على المتوسط أو الوسط الحسابي.
سوف نرمز بالرمز ميو هذا الحين في متوسط المجتمع طبعا اما ان تكون البيانات من المجتمع او من عينه ويرمز له بإكس بار لمتوسط العينه اذا كان من عينه هو الاكس بار الصفه هذا سوف تحتاجونه في المستوى الثاني عند دراسه الاحصاء الاستدلالي لكن هنا سوف نركز على الان شيء كيف سنحسب الوسط الحسابي الاول المتوسط هذا اللي راح نركز عليه إذا طرق حسابي في حالة البيانات الغير مبوبة هذا يعني بيانات غير مبوبة يعني بيانات صامة كما هي أرقام وراء بعضها ليست مبوبة في جدول يعني الأرقام كما هي نحن إذا كان عندي مجتمع كامل فعندي هنا X كابتل Y 2 إلى X كابتل M يمثل هذه البيانات مجتمعنا فالمجتمع نستخدم الـ X كابتل إذا كان مثلا حسب الوسط الحسابي إذا كانت هنا البيانات غير مبوبة يعني الأرقام كلها المتوسط هو مجموع الاكس على عددها مجموع القيم على ان العدد يعني تعنيش مع الاكس 1 مع الاكس 2 مع الاكس 3 الى مع الاكس ان تقسيمها على عدد المشاهدات الكبير اما اذا كانت عندي عينه فستكون بال اكس 1 اكس 2 الى اكس ان اذا تمثل بيانات عينه من المجتمع هذه العينه نموذجها في مال اكس و اكس كابتل في المجتمع الوصف الإيجابي يعني هنا كيف ذلك؟ X بار هو مجموع القيم من X1 إلى Xn على عددها على الN إذا هي X1 زائد X2 زائد Xn إلى نقسمها على N هذا كيف نحسب المتوسط؟ نأخذ يعني مثال بسيط مثالين المثال الأول البيانات التالية تمثل الأوراق الصفراء المتعصر عليها خلال سنة لعينة عشوائية من لاعبي الدوري السعودي المطلوب أو جزء الوسط الحسابي. يعني ناظر يعني هنا إذا عينة عشوائية من 10 لاعبين من عفوا إذا عينة عشوائية من لاعبين هنا من 7 لاعبين هناك إذا 7 لاعبة أخذت الواحد كم تحصل على ورقة صغرى. الأول عنده 6 أوراق، الثاني 9، الثالث 5، الرابع 3، الخامس 2، السادس 2 عفوا. والسابع 10 اذا هنا عندي 7 مشاهدات اذا البيانات غير مضروبه اذا اكبر كيف بتسوي مجموع البيانات على عددها تجمع ال 10 زائد 2 زائد 3 زائد 7 زائد 5 زائد 9 زائد 6 تقسمها على 7 اذا 42 على 7 6 اوراق صفراء يعني في المتوسط يعني كلها تحصل على 6 اوراق لكن هنا اجمال يعني في لاعب تحصل على 6 في تحصل على 9 في تحصل على 5 في تحصل على 7 على 2 على 10 متوسطهم جمعنا القيم وصلنا مثال ثاني الشركة لديها 6 مصانع في مناطق مختلفة لإنتاج منتج معين ساعتها الإنتاجية كما يلي 1200 2500 1000 2000 3000 1000 هنا عندي 6 مصانع إذا 6 قيم 6 مشاهدات أوجد الوسط الحسابي في إنتاج الشركة الكلية إذا هنا ماذا سنفعل؟ إذا ميو لماذا؟ لأنها مجتمع الشركة عندها 6 مصانع أخذناها كلها وليس عينة منها هنا في المثال الأول عندي عدة لاعبين أخذنا 7 لاعبين فقط هنا هذا يشبهون بس لا مشكلة هنا أهم شيء أعرف كيف يجيب الوسط الحسابي مجموع البيانات على عددها إذا 1200 زائد 2500 زائد 1000 زائد 2000 زائد 3000 زائد 1000 على 6 10900 على 6 تعطينا 1783.31 هنا يجب أن يراعى أن يكون الوسط الحسابي موجود بين أصغر قيمة وأكبر قيمة ضمن البيانات وقد يساوي المتوسط احدى القيم وقد يكون مختلفا مثل هنا وجدنا المتوسط 6 هذه المشاهدات عندي القيمه 6 هنا قد نجد 6 متوسطين يمكن ان تكون القيمه غير موجوده هنا الثاني المتوسط 1783.3 القيمه غير موجوده اهم شيء ايش يجب ان تكون ما بين هذه القيم ما بين اصغر قيمه واكبر قيمه هنا اصغر قيمه 1000 اكبر قيمه 3000 الوسط الحسابي موجود بينهم الأول مثال الأول القيمة أصغر قيمة 2 أكبر قيمة 10 الوسط الحسابي يجب أن يكون ما بين ال 2 وال 10 يجب أن يكون أعلى من 10 أو أقل من 2 هذا يصبح إجابة خاطئة يجب الانتباه إلى هذا ثاني شيء كيف نقوم بحساب الوسط الحسابي في حالة البيانات المضروبة مثل مثلا المتغير الكمي المتطلب عندي هنا ال في A من A إلى أقل من B ثم B C إلى أمام دي إلى الأف أهم شيء عندي هنا التكرار أف واحد أف اثنين أف ثلاثة
الى اكل اخر واحده، مجموع الابنة التي تملكه ان مجموع القيم كلها. هنا البيانات المروضة سوف نقوم باستخدام هذا الجدول التكراري. اذا في العدد الاول عندي الفئات هي او الصف الاول نستغل الى اعمدة او سطور، ثم العدد الثاني عندي التكرار. سوف نضيف الان في حساب الوسط الحسابي عمود ثالث او الصف الثالث على الصف الثاني عندي اعمدة. ماذا سنضيف؟ مراكز الفئات. هنا مركز الفئات يعني وسط الفئة. كيف سنحسبه؟ إذا هنا مركز الفئة هو A زائد B، يعني هو بداية الفترة زائد نهاية الفترة مقسومة على 2، هذا الـ X1 في الـ القيمة الرصيد مع نهايتها، إذا بداية الفترة مع نهاية الفترة مقسومة على 2. بعد حساب الفئة مركز الفئة الأولى نستطيع يعني هنا بعدها حساب الفئات التي بعدها مباشرة. سوف نقوم بحساب طول الفئة H D نفس A، ثم طول الفئة هو القيمة الأولى في الفئة الثانية نطلع منها القيمة الأولى في الفئة الأولى D نفس A تحصل على H D. بعدها نرجع إلى الجدول، إذا حساب مركز الفئة الثانية إلى الـ X1 نضيف الـ H، ثم نحصل على X2، ثم إلى الـ X2 نضيف الـ H نحصل على X3 إلى آخر قيمة، دائما نضيف H نضيف H إلى آخر فئة. بعدها سوف نقوم بحساب يعني العمود الأخير XITSI. ماذا يعني؟ سوف نقوم بضرب العمود هنا، سوف نقوم هنا بضرب العمود التالي في العمود الثالث. إذن الفئة الأولى هنا سنضرب F1 في X1 نحصل على X1 F1، ثم نضرب F2 في X2 نحصل على X2 في F2، ثم نضرب الـ X3 في الـ F3 أثر X3 الثلاثة إلى آخر شيء FK في الـ XK أثر على XK FK، ونجمع أثر على مجموعة الـ XI في الـ FI. إذن هنا في الجدول الذي سوف نستخدمه هو المطلق بالأكثر X بار المتوسط الورود وقت الحساب كيف نحسبه بمجموعة XI على الـ FI القائمة التي ملونة باللون الأخضر في العمود الرابع مقسومة على مجموعة الأف التي هي القارة التي هي باللون الأخضر في العمود الثاني. بقسمة مجموعة XIFI على مجموعة الأف نحصل على الوسط الحسابي كما هو في المثال التالي، ها هو مثال حتى نفهم كيف نسوي. الجدول الثاني يوضح المطلوب اليومي لعين عشوائية من 36 طالب في الرياض. المطلوب أوجد الوسط الحسابي. إذا هنا بإيجاد الوسط الحسابي، إذا عندي هنا من 30 إلى أقل من 34، هنا تلاحظون إذا من 30 إلى أقل من 34، من 34 إلى أقل من 38، من 38 إلى أقل من 42، من 42 إلى آخر فئة، من 54 إلى 58 عندي هنا عدد الطلاب. درس رفع سوف نقوم في البداية بإيجاد طول الفئة الذي هو إيش؟ الحد الأدنى للفئة الثانية، نطلع منه الحد الأدنى للفئة الثانية. H والتي هي 34 ناقص 30 تعطينا 4، طول الفئة 4. ثم نحدد مركز الفئة الأولى. مركز الفئة الأولى X1 هي 30، هذه الفئة الأولى عند القيمة 30، زائد 34 هي في الفئة الثانية مقسومة على 2. هي بداية الفترة زائد نهاية الفترة على 2 تعطينا 32. ثم بعد ذلك نوجد مراكز فئات أخرى بإضافة طول الفئة في كل مرة. هنا فئات تبدأ عدد الطلاب الـ FI الموجودة هنا الصف الأول والثاني، إذا سوف نضيف في الصف الثالث مراكز فئات XR. هذا حصلنا على المركز الأول X1 الحساب هنا حصلنا على 32، إذا الأول 32، المركز الثاني على طول نزود طول الفئات 4 إذا 36، نزود 4 40، نزود 4 44، 48، 52، 56. بعدها سنقوم بحساب الـ XI في الـ FIK بضرب عناصر الصف الثاني في الصف الثالث. يعني نضرب واحد هنا العمود الصف الثاني عفوا القيمة الأولى في العمود الأول الصف الثاني القيمة الأولى واحد في الصف الثالث القيمة الأولى 32 واحد في 32 الناتج 32 ثم 3 في 36 180 7 في 40 280 10 في 44 440 8 في 48 384 4 ب 52 208
356 168 كما تلاحظون المجموع 1026 مجموع عدد الطلاب 36 المتوسط 1620 اخر قيمه في هذا القاعده على 36 اذا 1620 على 36 الناتج يعطينا 45 ريال لكن نجيب النص الحسابي اخر قيمه في الصف الرابع نقسمها على اخر قيمه في الصف الثاني هل واضح ايجاد الوسط الحسابي ام لا هل ايجاد الوسط الحسابي واضح ام لا ممتاز اذا بهذه الطريقه نقوم بايجاد الوسط الحسابي وتبي جيدا الى هذا المثال الثالث غالبا ما في الاختبارات تطرح اسئله على ايجاد الوسط الحسابي باستخدام سواء كانت بيانات مبوبه او غير مبوبه اذا عندي بيانات مبوبه اذا في متغير كمي متصل عليه بايجاد مراكز الفئات تبدا بالمركز الاول ثم اضافه طول الفئه لكل ثم نضرب عدد الطلاب يعني لا نضرب الاعداد في مراكز الفئات تحصل على الاكسايد الاخر مجموعا على مجموع القيم اللي عندي تعطينا الوسط الايجابي وسناخذ امثله ثانيه ايضا في طريقه ايجاد الوسط الايجابي اذا مزايا وعيوب الوسط الايجابي لكل قياس مزايا وعيوب من اهم مزاياه سهوله حسابه والتعامل معه جبريا وايضا هو لا يحتاج الى ترتيب البيانات، عندي بيانات كما هي مرتبه غير مرتبه، مبوبه غير مبوبه، اجمعهم واحصل على عدد الوجهات، احصل على المشاهدات، احصل على الوسط الحسابي. ادخل في حسابي جميع القيم، هناك لاحظ استخدمنا جميع القيم في حساب الوسط الحسابي. يعتبر الاساس في معظم عمليات الاحصاء. الاحصاء اول شيء نحكي عليه هو المتوسط. شعب عندنا اخذ الدرجات، كم وسط متوسط الشعب؟ وسط اعداد كم كان؟ اي شيء كم المتوسط، يعني دائما ما نبحث عن هذا المقياس. من عيوبه انه لا يمكن ايجاده للبيانات نصيه. لو عندي الالوان اللون مثلا احمر ازرق اخضر اصفر. ما نقدر نحسب المتوسط اكيد. لا يمكن ايجاده من خلال الرسم. ايضا يتاثر بالقيم الشاذه او المتطرفه. وهو قد يساوي عاده صحيحا او اي من القيم الداخله في حسابي يعني لا يمكن يعني لا يمكن ان يكون عدد صحيح ويمكن ان لا يكون عدد صحيح اهم شيء هو عدد ما بين اصغر قيمه واكبر قيمه في القيم اللي عندي ايضا لا يمكن يعني لا ايجاد من خلال الرسم ويتاثر بالقيم الشاذه او المتطرفه يعني القيم الشاذه المتطرفه تاثر على الوسط الحسابي هذا يعني رجال ان شاء الله في المحاضره ثاني شيء الوسيط فنبدا بهذا المثال اي من الاعداد الثانيه هو العدد الاوسط يعني ليس المتوسط هذا الوسيط يعني ايش العدد الذي لي في الوسط مثال هنا اخذنا اعداد 12 6 1 8 5 4 هنا كيف راح نحدد العدد الوسط اذا الاوسط هنا وليس المتوسط المتوسط نرجعها ونقسم على عدد المشاهدات نحصل على الوسط الحسابي العدد اللي يجي في الوسط فما نقدر نعرف منين ليش لان البيانات غير مرتبه اول شيء علينا القيام به ترتيب الاعداد سواء كانت بشكل تصاعدي او تنازلي نفس الشيء يعني هنا رتبناها في نسق تصاعدي اصغر قيمه 1 اذا 1 2 4 5 6 8 10 بعد هنا عندي 7 ارقام فلو نجي الى الرقم 5 ايش عندي؟ 3 ارقام من قبل و3 ارقام من بعد اذا هنا الوسيط كم راح يكون؟ 5 ليش هنا الوسيط 5؟ لانه يقسم المشاهدات الى رقمين الى عددين متساويين يقسم هؤلاء المشاهدات هذا الى ثلاثه من قبل وثلاثه من بعد نفس الارقام قبلها ونفس الارقام بعدها هذا ما المقصود بالوسيط هو القيمه التي تمثل ال 50% من كل المشاهدات سواء كانت هنا الخمسه عندها 50% قيم اصغر او 50% قيم اكبر من هذه لو عندي المثال الثاني اي من الاعداد التاليه هو العدد الاوسط هنا اخذنا 2 10 2 8 5 البيانات غير مبوبه البيانات ليست مرتبه فاول شيء علينا بترتيبها هنا الترتيب كيف راح يكون
اما ترتيب يعني لا تصاعدي او تنازلي. اخذنا هذه القيم 2 2 5 8 10 12 تلاحظي لا لو لاحظ الخمسه تكون رقمين قبله مثل الارقام بعده بالتالي هذا ليس هو بالوسيط. 8 ثلاث ارقام قبله ورقمين بعده هذا ليس بالوسيط. هنا الوسيط سيكون ما بين الخمسه والثمانيه وبالتالي هنا سوف ناخذ الوسط الحسابي في هذين العددين. اذا الوسيط راح يكون 8 ناقص 5 زائد 5 على 2 يكون 6.5 الوسط. ماذا؟ لأنه هنا الخمسة 8 أقسم هذه العينة إلى رقمين من قبلها ورقمين من بعدها، وبالتالي نأخذ وسط هذين الرقمين الذين هم في الوسط. إذا نأخذ الوسط الحسابي في العددين هذا. واضح أم لا؟ واضح المثال الأول والثاني. إذا تمت عندي البيانات غير مضروبة نضع في رسم على شكل يعني ترتيب تصاعدي ويجب علينا الناظر هنا هل عدد المشاهدات اللي عندي زوجية أو فردية؟ فردية تقدر تقسمهم إلى نصفين، أما الزوجية ما تقدر عندي عدد يقسم في نصفين، ناخذ العددين الذين في الوسط وناخذ وسطهما. هذا ما راح يكون إذا الوسيط هو القيمة العددية التي تقسم البيانات إلى قسمين متساويين بعد ترتيبها تصاعديا او تنازليا عندما تكون البيانات غير مبوبه. اذا هي القيمه العدديه التي تقسم البيانات الى قسمين متساويين بعد ترتيبها سواء كان تصاعديا او تنازليا ويرمز له بالرمز M نسبه الى فيديو. يسمى الوسيط ايضا بمقياس الموقع او بالغالب يطلق عليه الوسيط. اذا بالنسبه للبيانات غير مبوبه إذا كانت عندي قيم x1 x2 إلى x n تمثل بين العينة من المجتمع فأنت الوسيط الحسابي الوسيط سوف نحسبه كما يلي. أول شيء يرتب البيانات تصاعديا أو تنازليا ثم يوجد موقع الوسيط n زائد 1 على 2 يعني عدد المشاهدات زائد 1 على 2. إذا كان n عدد فردي 3 إذا كان n عدد فردي 3 5 7 فإن الناتج يكون عدد صحيح وبالتالي الوسيط هو القيمة التي تأتي في x n زائد 1 على 2. أما إذا كان n عدد ثوري 4 8 12 فإن الناتج يكون عدد غير صحيح. يعني وبالتالي الوسيط هو الوسط الحسابي للقيمتين اللتين يقع بينهما العنصر x n زائد 1. يعني كما هو في المثالين التالي. مثال أوجد الوسيط للأجور اليومية بالدولار للبيانات التالية. العينة الأولى 50 70 40 50 80 هنا نلاحظ كم عندي من المشاهدة 1 2 3 4 5 عدد فرد. العينة الثانية 50 70 60 40 30 80 نلاحظ هنا عندي 6 مشاهدات العدد زوجي وبالتالي بالنسبة للعينة الأولى والعينة الثانية سوف لن نعتمد على نفس الشيء لإيجاد الوسط. إذا بالنسبة نبدأ بالعينة الأولى سوف نقوم بإعادة ترتيب البيانات هنا البيانات سنرتبها تصاعديا 40 50 50 70 80 هنا عندي عدد البيانات n تساوي 5 نحسب الـ n زائد 1 على 2 هي 6 على 2 تساوي 3 إذا الوسيط أين سيكون؟ هو الرقم الثالث الذي هو 50 n تساوي x 3 تساوي 5 أهو الـ 50 القيمة الثالثة تقسم البيانات هذه إلى قيمتين قبل وقيمتين بعد اذا القيمه هي 50 ده في الوسيط. العينه الثانيه سوف نعيد ترتيب البيانات اذا عندي 6 بيانات 1 2 3 4 5 6 رتبناها القيمه الاولى 30 40 50 60 70 80 اذا نلاحظ ان عدد المشاهدات 6 اذا الان زائد 1 على 2 هي 6 زائد 1 على 2 7 على 2 3.5 اذا 3.5 الوسيط سوف يقع ما بينهما ما بين الثلاثة القيمة الثالثة والرابعة. الثلاثة الثالثة القيمة الثالثة عندي 50 القيمة الرابعة عندي 60 تأخذ الوسط ما بينهم إذا الآن راح يكون x3 زائد x4 على 2 فهو 50 زائد 60 على 2 القيمة 55. واضح إلى كيف نقوم بإيجاد الوسيط عندما تكون عندي بيانات غير مبوبة أم لا. إذا الآن سنمر إلى طريقة إيجاد الوسيط في البيانات المبوبة المتغير الكمي المتصل سوف نأخذها. إذا عندي فئات A1 الفئة الأولى A1
إلى أقل من أي اثنين، ثم نصير الفئة الثانية الثالثة إلى آخر فئة أي اتش، ثم التكرار F1 F2 F3 إلى آخره. ثم عندي إلى جانب هذا لإيجاد الوسيط علينا بإضافة عامل ثالث للتكرار المتجمع الصاعد. إذن ونحسب التكرار المتجمع الصاعد، قلنا الأولى راح تكون F1، القيمة الثانية في العدد الثالث F1 زائد F2، ثم F2 إذا اللي بعدها نزود F3، ثم في المرة نزود واحدة جميعا. إذا التكرار مع ما قبله. بعد ذلك سنقوم بترتيب الوسيط، هو ترتيب الوسيط هو مجموع الاف على اثنين حتى نعرف ضده اين سيكون. وايضا بعد ترتيب الوسيط سوف نحدد طول الفئه اتش، فهي قلنا الاتش طول الفئه الاي 2 نفس ايضا. ثم ترتيب الوسيط سوف يكون نحدد اين موجود هذه الصله، هذه ترتيب الوسيط اين موجود. مثلا هنا القيمة موجودة ما بين الاف1، يعني القيمة الى اف1 هو التكرار المتجمع للفئة التي تسبق فئة الوسيط، و اف2 الفئة الأكبر منهما، وهنا ترتيب الوسيط يكون ما بينهم ما بين الاف1 والاف2. هذا يعني أن تكرار فئة الوسيط أين يعني هنا ستكون موجودة في الاتش كي، أين موجودة يعني ما بينهم، فهنا سيكون تكرار فئة الوسيط باللون الأخضر. إذا فئة الوسيط سوف تكون في الاتش كي على حسب هنا الترتيب الذي سوف نحصل عليه. عندها القانون ماذا يقول؟ يو 2 او الان الميديت هو اي كي، من اين نبدا هنا فئه الوسيط؟ اذا الفئه الوسيط هذا باللون الاخضر نزود عليها ترتيب الوسيط مجموع اف على اثنين ناقص اف 1 اف كابتن 1 التكرار السابق الذي يسبق فئه الوسيط على اف 2 الفئه التي بعدها الأكبر منها ناقص الـ كابتن 1 مضروبة في طول الفئة. هذا قانون الوسيط، وحتى للآن سوف نأخذ هذا المثال. مثالنا الجدول الثاني يبين درجات تحديد مستوى ثلاثي طالع في اللغة الإنجليزية، والمطلوب حساب الوسيط الدرجة الثالثة. عندي الدرجات 14، 20، 36، 52، 68، ومن 84 إلى 100. إذا عدد الطلاب 3، 2، 6، 10، 7، 8. هنا عندي إذا الجدول العمود الأول إذا فئات الدرجات 4، 20، 36، 52، 64، 84، 100. عدد الطلاب 3، 2، 6، 10، 7، 2 العمود الثاني مجموعهم 30، هذا مجموع الأف، إذا 30 عدد الطلاب كلها. ثم سنقوم بإيجاد التكرار المتجمع الصاعد، كيف ذلك؟ تعديل أقل من العدد الأعلى، إذا القيمة الأولى أقل من 20، أقل من 36، أقل من 52، أقل من 68، 84، يعني قلنا العمود الثالث القيمة الأولى راح تكون 3 هي الـ F1. ثم العمود الثاني في القيمة الثانية في العمود الأخير عندي 2 زائد 3 5، ثم الثالث 6 زائد 2 زائد 3 5، يعني ناقص التكرار الذي يقابل الذي بعده. إيش عندي؟ 21 كما حصلنا عليها، التكرار الذي يقابله في العمود الثاني 10 مع جمع جميع ما قبله. الستة والاثنين والثلاثة 21، اللي بعدها يعني 28 كما حصلنا عليه. التكرار الذي يقابل 28 هذا حصلنا عليها في التكرار المتجمع الصاعد 7، وناخذ جميع التكرارات اللي قبله 7 زائد 10 زائد 6 زائد 8 زائد 3 إذا 28، وأخيرا 30. إذا بعد حساب التكرار المتجمع الصاعد كما فعلنا في المحاضرة الماضية سنقوم بحساب ترتيب الوسيط. ترتيب الوسيط هو مجموع التكرارات 30 على 2 15. نبعث ال 15 أين موجودة؟ في العمود الرابع، أي في التكرار المتجمع الصاعد. ال 15 تقع في اللون اللي هنا في اللون البرتقالي، 15 ما بين 11 و 21 في آخر عمود. إذا هذه ال 11 هي F1 موجودة في البنفسجي، و F2 هي 21. فئة الوسيط راح تكون هي الفئة من 52 إلى 68، يعني هذه الفئة الـ 21 و 15 موجودة ما بينهم، هي فئة الوسيط ما بين 52 و 68. وضع إلى هنا أم لا؟ ممتاز، إذا خلص الآن الـ H باقي يعني إلى طول الفئة 20 ناقص 4 16 القانون ونطبقه. هنا لو أعطيت مثال على هذا سوف أعطيك القانون لتخفيفه مباشرة، تطبق القانون. لأن كيو كيو إي كي إذا 52، إذا فئة الوسيط من أين ستبدأ؟ هذه. فئة
52 الى 68 اذا 52 ثم زائد اذا خلص 15 ناقص 11 على 21 ناقص 11 نغلق القوس ضرب 16 تعطينا 52.4 هذه قيمة الوسيط اللي حصلنا عليها. هذه قيمة الوسيط كيف حصلنا عليها؟ واضح هنا القيمة واضحة 52 هي الموجودة هنا في قيمة الوسيط زائد 15 ناقص 11 الفئة التي تجي قبل 15 11 تقسيم الفئة التي بعدها 21 ناقص 11 فرق كل فئة 16 تعطينا 52.4. واضح المثال هنا كيف حصلنا عليه أم لا؟ ممتاز. إذا مزايا وعيوب الوسيط، أول شيء سهولة كتابي، ثاني شيء لا يتأثر بالقيم الشاسع، قلنا المتوسط أو الوسط الحسابي يتأثر بينما الوسيط لا يتأثر، يعني مثلا نعطيها في الوسط لا يموت. يمكن إيجادها عن طريق الرسم، هذا ما راح أسوي فيه مثال مقبل. يمكن حسابها في الجدول التكراري، في الجداول التكرارية المفتوحة، ويمكن إيجادي للبيانات الوصفية الترتيبية. ويوضح يحتاج إلى ترتيب البيانات علينا بترتيبها، لا تدخل في حسابه جميع القيم، يعني لا يستخدم وتستخدم جميع القيم، ويصعب استخدامها في الأصناف المتزينة، يعني صعوبة التعامل مع عيوب جذرية. هذه من مزايا وعيوب الآن شيء أنه لا يتأثر بالقيم الشاذة، أنه يعني من عيوبه لا تدخل جميع القيم في الحساب. إذا باقي هذا تمرين يعني تستطيعون عندكم ما هو حله، بس سوف أقوم يعني تستطيعون القيام به حتى يعني نقوم يعني بالإجابة عليه في المحاضرة المقبلة، ونمر إلى إيجاد المنوال وبعض الأمثلة التي سوف نقوم بها في المحاضرة المقبلة إن شاء الله. هل من سؤال أو استفسار أو شيء قبل المبادرة؟ سيكون 25 سؤال والأسئلة ستكون سهلة غير صعبة، يعني أسهل من هذا الميزان الكبير. أعطينا أسئلة بعد يعني تكون يعني شوية شغل، لكن في الاختبار أسئلة مباشرة وحتى الشخص سيكون يعني أوسع. أهم شيء المراجعة جيدا، سأعطيكم يعني أسئلة إضافية محلولا لمراجعتها الاختبار النهائي. حول الله سهل، ما راح تكون صعبة، يعني أهم شيء أنك تكون فاهم، أهم شيء يعتمد على الفهم. وسأرفض لكم بالأسئلة، سأعطيكم أسئلة تساعدكم على الاختبار النهائي. إن شاء الله الأسبوع المقبل راح أنزل لكم في مدة الأسئلة أسئلة اللي على صيغة يعني بإذن تكون مماثلة للاختبار. أهم شيء مراجعتها جيدة ومراجعة هذه الشرائح. حول الله أتمنى لكم النجاح والدرجات الممتازة إن شاء الله. هل عندنا سؤال أو شيء آخر قبل المقدمة؟ نبي أسئلة. شكرا لك، وفي النهاية أقول لكم أن تصبحون على خير ومودة، وموعدنا الأربعاء القادم إن شاء الله.